مطلع الفجر. يعني دعاؤكم يا إخوة يا كرام، مين بيأمن عليه؟ بتأمن عليه الملائكة. الملائكة بتأمن على الدعاء. وأيضا يا إخوة يا كرام، أنتم ترون من يتربص في المسجد الأقصى يروض فرصة من أجل أن يفتح. فإحنا نفوت الفرصة على من يريد أن ينفذ علينا عبادتنا، سواء من هذا اللي بده يجي يسوي شغلة، أو يعطى فرصة لمن يريد أن يلخص عبادتنا هذه الليلة. فبارك الله في هذا الجمع الطيب الذي جلس هنا من أجل أمن كل المصلين. فيا إخوة يا كرام، هذه رسالتنا، رسالتنا أن نحيي هذه الليلة. إذا أحيينا هذا الليل حتى الفجر أولا طبقنا ما أمر الله. وإذا أحيينا هذه الليلة أرسلنا رسالة للعالم أجمع، لكل العالم العربي والإسلامي، إن إحنا نستحق أهل فلسطين، أهل بيت المقدس، أن نكون الأمناء على المسجد الأقصى. الله اصطفاكم من بين 1.8 مليار من المسلمين، فاعلموا أن هذه اصطفاءات ربانية. كل المسلمين يتمنون الركعة في المسجد الأقصى. الله اختاركم لتكونوا لتبقوا ليالي في هذا المسجد. هذا المسجد الذي يبكي المسلمين من أجل ركعة فيه. الله شرفكم أن تصلوا فيه ليالي وتقوموا فيه وتناموا فيه. فكم من الأجر لكم. ونجعل هذه الليلة كما أخبر الله سبحانه وتعالى 1000 شهر، ماذا شوف يعني 1000 شهر؟ يعني عبادة 83 عام. عبادة 83 عام أنت تقوم بها الليلة. فلذلك فلنجعلها كما أمر رب العزة مش البشر. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن يتلى ويتعبد بتلاوته عن هذه الليلة. سلام هي حتى مطلع الفجر. من الذي يؤمن على الدعاء الشيخ؟ مش بس انتو، الملائكة تؤمن على دعائكم في هذه الليلة. إذا أنت أصبت ليلة القدر، أنت أصبت 1000 شهر. فلذلك يا إخوة يا كرام، نقول كل من حب المسجد الأقصى فليجنب المسجد الأقصى من يتربص في المسجد الأقصى. هذه رسالتنا، رسالتنا أن نحيي هذه الليلة وباقي الليالي حتى نهاية شهر رمضان. هذه رسالتنا، أن نصلي في مسجدنا، أن نعمر مسجدنا بالصلاة والصيام والاعتكاف، فهذا هو الأجر. نراعي حرمة نسائنا اللي أتوا على الجهم من منطقة أبو غوش وصلوا حتى المسجد الأقصى، وبناتنا الصغار وأطفالنا، حتى يقدم كل الناس يأتوا على المسجد الأقصى. ولكن إذا سمعوا أن هناك أحداث، إحنا بنشارك في انه نجعل الناس تبتعد عن القدوم الى المسجد الاقصى. لما احنا بنقول شد الرحال على المسجد الاقصى، نعم نشد الرحال من اجل اعمار المسجد الاقصى بالصلاه والصيام. فلذلك يا اخوة يا كرام، هذا هو الاعمار، اعمار المسجد الاقصى بالصلاه، وليس اعماره بمن يريد أن ينقص علينا ويعطي فرصة لمن يريد أن يقتحم علينا صلاتنا. البارحة كلنا رأينا ما حصل لبناتنا ونسائنا وشيوخنا. فهذه إحنا بيدينا أن نحافظ على مسجدنا ونحافظ على صلاتنا في المسجد الأقصى المبارك. بارك الله في هذا الجمع الطيب، بارك الله في الإخوان الذين هنا أتوا وصلوا من أجل أمن كل المصلين والمصليات. فكل يؤمن لكم والملائكة تؤمن لكم. بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وأصبنا وإياكم ليلة القدر إن شاء الله.
شاء الله يا اخواننا نصلي في رمضان ان شاء الله.